Hola, ¿qué tal? Soy Úrsula. Soy Álvaro Mortec. Soy Esther Acebo. Soy Miguel. Soy Jaime Lorente. My name is Darko Peric. أنا محمد الخضر والنهارده هكلمكم على واحد من أحلى مسلسلات نتفليكس. Drop it. النهارده هكلمكم على لا كازا دي بابيل أو ماني هايست. لا كازا دي بابيل هو واحد من أشهر المسلسلات حاليا على الإطلاق واللي بتذيعه نتفليكس. أنا مش هحرق الأحداث بتاعته لو أنت من الناس اللي ناوية تتفرج عليه، فلو أنت لسه ما شفتوش أو بتشوفه ما تقلقش، كمل معايا. Nadie había dado un palo así, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en Monte Carlo. Así que si mi foto volvía a los periódicos, al menos que fuera por el atraco más grande de la historia. Que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Qué vamos a robar? La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. المسلسل بيتكون من 3 أجزاء وهيكون في جزء رابع، وتم عرض الحلقة الأولى في 2 مايو 2017. المسلسل بيحكي عن العقل المدبر اللي هو البروفيسور اللي بيخطط إنه يعمل أكبر عملية سطو في تاريخ عمليات السطو في العالم، وبيكون طبعا فريق عمل للقيام بالمهمة دي. الملفت للنظر قوي ان المسلسل هيشدك من الحلقه الاولى، هيخليك عايز تشوف الحلقه اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. بيجمع ما بين الاكشن وما بين الدراما وما بين اللحظات الحلوه اللي فيها الفريق بيغني وبيفرح، هتحس انك جزء من الفريق وبتغني معاهم وبتحفظ اغانيهم كمان. Por la falta de tus labios lloré por primera vez y maldije conocerte por no dejar de quererte. Yo mi esposa quise hacerte, sin amor busqué la suerte, fui tirando de pistola y el destino trajo muerte. María, mi vida, mi amor, de quererte. Abrazos te perdí, ya no volverás a verme. María, mi vida, mi amor, no dejaré de quererte. وهترتبط بيهم. انا شخصيا حبيت ضحكة دنفر. الأغاني دي بما فيها أغنية المقدمة خلت العالم كله يدور عليها وينزلها ويحفظها ويغنيها. If I stay with you, if I'm choosing you wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all. لا كازا دي بابيل واحد من المسلسلات اللي انا حبيتها جدا. انا اتفرجت على الثلاث اجزاء بتاعته ومستني الجزء الرابع، يا ريت تتفرج عليه. ولو كنت شفته عرفني ايه اكتر شخصيه حبيتها وارتبطت بيها وحبيتها ليه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام. ¿De dónde crecen las palmas? Yo soy un hombre sincero, sí. ¿De dónde crecen las palmas? Y antes de morir yo quiero cantar mis versos de la mar.